السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات ريد ديد ريدمبشن 2. سأتجه عند جون مارستون لأن مايكا قال لنا بأن نتجه عنده. من الممكن أننا يا إما سننصب القنابل يا إما سنفجر شيء ما، لأن جون مارستون هاو لقد أخذ تلك العربة فيها القنابل. لاحظتموها؟ كيف حالك يا صديقي جون مارستون؟ هل أنت بخير؟ شاهدوا عدد هائل جدا من الديناميت موجودة هناك. انتظر واكتشف اولا ماذا سيقول لي جون مارستون. بالفعل جون مارستون اكتشف كذلك بان داتش لقد تغير. اجابنا بان لم يعد يفهم داتش نهائيا، وبالفعل داتش مؤخرا تغير كثيرا. كانوا يودون التدخين وفي الاخير لقد رموا تلك السجائر. احسنتم، لا يجب عليكم التدخين. انتم كذلك يا اصدقاء لا تقربوا التدخين حتى ولو باللعب، لانني اعرف العديد من الاصدقاء قاموا بالتدخين فقط باللعب اليوم وغدا وبعدها حتى لصق فيهم التدخين والان لا يمكنهم نزعه. مع الاسف دائما اذا مروا بالقرب من مقهى وشموا فقط رائحه الدخان يريدون التدخين مره اخرى، لان التدخين بلي خطيره جدا. علينا مساعده داتش الان لكي يتعارك مع رجال العسكر وبعدها سننتهي نهائيا. ها هي المتفجرات. ما هي مهمتنا؟ واو، سنسوق هذا القطار، القطار الصغير، عربه القطار. هذه اللقطة شاهدتها في التريلر فتفاجأت. أنا الآن أحاول اكتشاف الاستراتيجية لكي نستطيع سياقة هذا القطار. Hold as Archer pushes the bar down. فهمت، عندما يصعد أرشر للفوق علي الضغط على إكس. جيد، وبهذه الطريقة فإننا سنستمر. يا سلام عليك، فهمنا الاستراتيجية. سنتوقف هنا. Get the first dynamic crate. سنأخذ هذه الصناديق الخاصة بالديناميت وبعدها سننصبها في مكان ما. هذا الجسر صراحة مميز جدا، أعجبني. شاهدوا معي الأنهار هناك. سنقف قليلا ثانية واحدة فقط لكي نشاهد المناظر. شاهدوا. واو، منظر رهيب جدا يا حبيبي. علي المجيء الآن لهذه المنطقة وإنزال الكريت. هيا صديقي يا جون مارستون، أمسك تلك الصناديق. جريب ليفت هاند، هيا. جميل. رايت هاند، ليفت هاند، رايت هاند، ليفت هاند، رايت هاند. جيد جدا. فهمنا الاستراتيجية الآن يا صديقي، لا تقلق. صندوق الديناميت فإنه ثقيل جدا. ليفت هاند يا حبيبي، رايت هاند. الآن سأنزل عنده لكي أساعده. أنا جاي. سنحمل هذه القنابل وسنقوم بتنصيبها في هذا الجسر. سنفجر هذا الجسر يا حبيبي، سنفجره. علينا وضع الديناميت هنا في هذه الأعمدة لكي نتأكد بأن هذا الجسر عندما سنفجره سيتدمر نهائيا. سنأخذ مزيد من الديناميت. هذه الديناميت فإنها عملاقة يا أصدقاء. هيا لكي ننطلق. سأذهب لتلك المنطقة البعيدة هناك. نضع الديناميت هنا مرة أخرى. جون مارستون سيذهب وأنا سأكمل هذه المهام، بعدها سنلتقي به إن شاء الله. وها نحن لقد نصبناها بنجاح. وهيا لكي نصعد للفوق. أوه، ما الذي حدث؟ بدأت كاتسين. مشكل، القطار جاي. سنموت. هيا أسرع. القطار جاي يا حبيبي. هيا. إذا لم نسرع فإنا سنموت يا أصدقاء. هيا. بوش يا حبيبي، بوش. ممتاز. Don't worry. Hard as you get. أسرع. مشكل. جاي. هيا. أسرع. متنا. 100% جون مارستون هو الذي أخطأ وليس أنا. هل لاحظتم؟ ها أنا. كيف سنستطيع إنجاز هذه المهمة؟ هو القطار جاي. أسرع. جي. ممتاز. واو، القطار اقترب كثيرا منا. كيف متنا في المرة الأولى؟ قمت بالعملية بنجاح أصلا. نجونا بحياتنا في ثواني معدودة جدا. كدنا أن نموت. سنفجر الآن هذا الجسر. اعتقدت بأننا سنفجره في حلقة أخرى وليس الآن. فجره يا صديقي أرشر مورغان، فجره. لحظة الحقيقة الآن. ديترونيت. ليتس جو بيبي بويز. بوم، تم تفجير ذلك الجسر بنجاح. الآن رجال العسكر سيركزون عن من هم الأشخاص الذين فجروا هذا الجسر وسينسون أمرنا. هذه الاستراتيجية التي أردنا القيام بها. لا أعتقد ذلك. رجال العسكر سيعرفون بأننا نحن من قام بتفجير ذلك الجسر وسيدمروننا الآن. What about loyalty?
نعم كنا أوفياء، كنا أوفياء للضعش، كنا أوفياء للعصابة، العصابة هي التي خذلتنا. أرثر مورغان قال لا جو، نعم قريبا عليك الذهاب. Don't look back. I'll think about it. جون مارسون يريد التفكير في الأمر. لا تفكر في الأمر يا جون مارسون. أرثر مورغان قال لك اذهب ابتعد من هذه العصابة، يعني عليك الذهاب. عندك زوجة، عندك ابن، عليك الابتعاد يا صديقي. أرثر مورغان يحتاج للعطلة، وداتش ماذا يحتاج؟ has all the money. داتش عنده المال for safekeeping. هناك مال عند داتش خبأه. أبيجيل، ماذا حدث لأبيجيل؟ أبيجيل عرفت أين هو ذلك المال. Make sure جيد. فهمنا الاستراتيجية الآن. Should be loyal. فهمنا. المهم داتش فاندرلاند عنده أموال خبأها في مكان ما. أرثر مورغان لقد عرف هذه الأمور لأننا أصلا سرقنا العديد من الأشياء. أين هو ذلك المال المتبقي؟ بالفعل داتش خبأه. جون قال لأرثر بأن أبيجيل من الممكن أنها تعرف المكان، تعرف مكان ذلك المال. فأجاب أرثر مورغان، المهم إذا تأكدتم فقط قلها لي، لكي يستطيع أرثر مورغان سرقة ذلك المال. جميل جدا، فهمنا الاستراتيجية حبيبي. مسكين، لاحظتم الدماء. أرثر مورغان لا زال مريضا جدا. لا تقلق يا صديقي أرثر مورغان، الأمور إن شاء الله ستكون بخير وعلى خير. هناك مهمة في هذه المنطقة اسمها Weapons Forbidden. تلك المهمة الخاصة بكابتن مونرو. تذكرته، وعدته في الحلقة السابقة بأنني سأساعده، سأتجه عنده الآن لكي أساعده. السلام عليكم صديقي كابتن مونرو، كيف حالك؟ مسكين هذا الكابتن، يساعد كثيرا هؤلاء الهنود الحمر، يحاول إطعام أطفالهم كذلك. ذلك الطفل من الممكن أنه مريض. نعم يحتاج للميديكيشن، يحتاج للدواء. فهمت، الدولة أرسلت بعض من الأدوية للهنود الحمر، وأحد الكلاب منع الأدوية من أن تصل لهم. كابتن مونرو يريد منا الآن الذهاب وسرقة ذلك الواجن وأخذ الأدوية، أو من الممكن أن نسرق فقط الأدوية، لست متأكد. الأطفال المساكين يموتون بسبب الأمراض، الدواء في إمكانه أن يصل، بعض من رجال الدولة منعوه، يريدون منهم أن يخرجوا من هذه المنطقة وبعدها سيعيدون لهم الدواء، وخصوصا أن هذه الأرض كما ذكرت لكم في الحلقة السابقة ممتلئة بالبترول. هيا لكي نتحرك يا صديقي. أرثر مورغان غضب الآن كثيرا. علينا الذهاب بصنعاء وعلينا تدميرهم يا كابتن مونرو. أرثر مورغان سأل هذا الكابتن وقال له، هل رئيسك الكولونيل يعرف بأنك جئت هنا لكي تساعد هؤلاء الأشخاص؟ فأجاب هذا الشخص، نعم هو يعرف، ولكن يعتقد بأنني هنا من أجل التجسس، لأن أرسل لك يتجسس على الهنود الحمر. وكابتن مونرو بما أنه شخص جيد وعرف بأن الهنود الحمر لا يريدون مشاكل، تعاطف كثيرا مع الهنود الحمر ويريد خيانة الكولونيل الخاص به. وقال لا أرثر مورغان، فقط أظهر لي مكان هذا الواجن، سأذهب عندهم، أنا سأدمرهم وسأخذ تلك الأشياء، وأنت لا تتدخل، لأن الكولونيل إذا عرف بأن هذا الشخص ساعدني فإن سيطرده من العمل، من الممكن أن يقتل أصلا. وصلنا لهذه الهضبة هنا، سيأتي الواجن في هذه الطريق وسنقطع الطريق عليهم. أحسنت يا صديقي، ها هم جايين. اكتشفنا أمرهم يا حبيبي. هيا اذهب، اذهب يا كابتن مونرو، ابتعد، لا تقلق، لا تقلق علي، إذا رأوك سيدمرك. حسنا يا صديقي، دونت وري. العفو. المهم ها هم جايين علي سرقة الواجن. جميل، هل أصبته؟ من الممكن أنني أصبته، لست متأكد. لقد توقف على الأقل الواجن. السائق دمرته، الشخص الذي يساعد السائق لم أصبه بعد. نزل يحاول تسيد علي الآن. واقترب، دمرته، دمرته على السريع. والآن لحظة الحقيقة، اسرق الواجن يا حبيبي، اسرق الواجن. الأدوية يا حبيبي، الأدوية. هيا لكي ننطلق. إذا مات شخصين لكي يعيش شعب، لا يهم الأمر. ليس علي أخذ الواجن، بل علي البحث في الواجن. فهمت، حسنا سأضع الواجن هنا في هذه الغابة. هل تلك هي الأدوية؟ نعم يا حبيبي، تلك هي الأدوية، أخذتها. أحسنت، أحسنت، أخذنا جميع الأدوية الآن. هل في إمكاني البحث كذلك في الصناديق الأخرى؟ لا أستطيع،
حسنا تعال يا حصاني، هيا لكي ننطلق. ها أنا دعوت للكامب بالدواء، كيف حالكم يا أصدقائي الهنود الحمر؟ الهنود الحمر سيصبحون سعيدين الآن، سننقذ العديد من الأطفال الأبرياء. أهلا يا كابتن مونرو، أحضرت لك الدواء يا صديقي. بما أنه يجب عليكم البحث في خلف من ذلك الواجن، في إمكانكم سرقة ذلك الدواء بدون أن تقتلوا أولئك الأشخاص. عليكم فقط التسلل بالخلف من الواجن وسرقة تلك الأمور إذا كنتم تريدون رفع الأونر كثيرا. بالنسبة لي أنا لا يهمني الأمر، لهذا السبب دمرتهم لكي أسرع. ها هو الدواء، لقد جاء الآن، على الأقل سنستطيع إنقاذ حياة العديد من الأشخاص. العفو يا صديقي مستر مونرو، إذا احتجت لأي مساعدة فلا تتردد واطلبها مني وسأساعدك أكيد. لكن إن سودعكم يا أصدقاء، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. إذا أعجبكم فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. وظهرت لنا الآن مهمة خاصة بترلوني، ظهرت مهمة ترلوني وهنا مهمة إيجل فلايز. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.